بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى كل من تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، مرحبا بحضراتكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. طبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل خطواتكم في موازين حسناتكم. اللهم آمين آمين. مرحبا بكم في هذا الصرح العظيم، في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد أبو شقة من مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير وزارة الأوقاف وعبر البث المباشر عبر صفحاتها، ننقل لحضراتكم الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي المقام بهذا المسجد المبارك. وتدور ليلة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن صدقة السر. يشرفنا فيها من السادة الأعلام فضيلة الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، كما يشرفنا فيها فضيلة الدكتور محمد عبد العالي الدومي، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وخير ما نستهل به ليلتنا هذه بالقرآن الكريم والقارئ الدكتور ماهر الفرماوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة من سيئات
سرا
وفضائلها وحول صدقة السر يحدثنا صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد عبد العالي الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا فتحا من عنده، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السادة الحضور الكرام، موضوع صدقة السر أو موضوعات الصدقة لعلنا نتحدث فيها كثيرا في مساجدنا،
لكن أود أن أقف مع حضراتكم في وقفة مع النفس. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه استجاب دعاء سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ربنا وبعث فيهم رسولا من يعمل أربع حاجات: يتلو عليهم آيات، اثنين ويعلمهم الكتاب، ثلاثة والحكمة، أربعة ويزكيهم. فأعمال النبي صلى الله عليه وسلم المرجوة كانت هذه الأعمال: تلاوة القرآن الكريم ليحفظه الناس، يعلمهم الكتاب ليفهمه الناس ويتدبروه ويعملوا به، يعلمهم الحكمة وهي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، والتزكية معناها التربية، وهي معنى أعمق من مجرد التربية. فالتربية قد تكون للظاهر، أما التزكية فإنها للظاهر والباطن. لما تحدث القرآن الكريم بعد إرسال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فأعاد الله تعالى ترتيب المهام بأن تلاوة القرآن الكريم أولا، ثم التزكية بدلا من أن تكون في المرتبة الرابعة جاءت في المرتبة الثانية بعد ذلك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى إذن سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام نبيا من عند الله تعالى يزكي قومه، فأرسل الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل التزكية هي الأمر الثاني بالنسبة لمهام الأنبياء والمرسلين. وكما قلنا التزكية معناها التربية وأنها أعمق، فإن التربية قد تكون للظاهر فقط، أما التزكية فإنها للظاهر والباطن. ومن هنا جاء هذا الموضوع الذي تبنته وزارة الأوقاف في هذا الأسبوع الدعوي: صدقة السر. ما هي الصدقة؟ الصدقة ما يرسله الإنسان مساعدة لفقير أو مسكين، ويندرج تحت هذا من الأصناف ما فيه: قريب، يتيم، بعيد، إلى غير ذلك. لكن لماذا سميت صدقة؟ سميت صدقة لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها. بمعنى الإنسان عندما يخرج مالا، لما يدفع فلوس نقول له حضرتك تاخد مقابل الفلوس دي سلعة، فأنا أدفع 1000 جنيه أخذ مقابلها سلعة ب1000. لو أن شخصا دفع مبلغ كبير وحصل على مقابل حقير أو قليل أو ضئيل نسميه سفيه. ده واحد اتضحك عليه قالوا له القلم الرصاص ده انت عايزه؟ قال لهم اه. قالوا له القلم الرصاص ده بيتباع ب10000 جنيه. الراجل طلع 10000 جنيه ودفعه. يجوا اولاده يحجروا عليه بالسفه، ليه؟ قالوا له القلم ده بيتباع ب2 جنيه ولا ب5 جنيه برضه، ايه اللي يخليك تدفع 10000؟ طيب والقاضي يحكم عليه ويمنعه من التصرف، اليس ذلك صحيحا؟ ما هو المقابل اللي شخص أخرج مال وذهب يبحث عن شخص فقير أعطاه المال وانصرف؟ لا أخذ مقابل كبير ولا مقابل ضئيل. لما نيجي نسأله: يا فلان أنت دفعت الفلوس دي ليه؟ يقول أنا دفعتها لأني أرجو الثواب من الله. الإيمان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب انت هتاخد الثواب من ربنا ازاي؟ قال انا مؤمن بان في بعث وحساب اليوم الآخر، وانا منتظر الثواب من الله عز وجل. اذا هذا الذي دفع دليل على ان هذا الشخص يصدق بوجود الله ويؤمن باليوم الآخر، فلذلك سميت ماذا؟ صدق. ادي الصدق السر. لماذا؟ لأن العبادات منها ما يكون علنا ومنها ما يكون سرا.
الإنسان من الممكن أن يصلي أمام الناس في أي مكان، لكنه لو صلى سرا في جوف الليل أيهما أقرب في الوصول إلى الله؟ في جوف الليل وسرا، ليه؟ بعيد عن الرياء. الإنسان عندما يعطي لنفسه حظ، أنا محتاج أول حاجة إني أشعر بقيمة العطاء. وحضرتك داخل البيت وشايف عندك فرحة بإنك داخل وشايف بتشتري بتعطي. لما تعطي الفقير هذا يؤدي عند النفس إلى إشباع غريزة العطاء. لكن الإنسان لربما أعطى طعام، حاطط قدامك أكل فتقول تعالى وكل ونفسك راضية، لكن الإنسان يبخل بالمال ما لا يبخل بغيره. لو حضرتك قدامك فلوس وحد دخل عشان ياخد من الفلوس تقول له لا وتشح بهذا المال. إذن الإنسان عندما يخرج هذه الصدقة وبعدين يتخلى عن حظ نفسه في أنه يظهر أمام الناس وأن الناس تتكلم عنه، هذا آكد دليل على أن له علاقة بالله تعالى وأنه يؤمن بالله رب العالمين ولا يرجو الثواب إلا من الله. فلذلك عد هذا دليلا على الإيمان. شرع الله تعالى الصدقة سواء كانت سرا أو علنا، لكن لماذا صدقة السر؟ الآيات التي صلى بها إمامنا الجليل ثم قرأها قارئنا الفاضل لو تأملنا فيها لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ضمنها بعض المعاني، وهو يتحدث عن الصدقة وعن إخفائها أو إظهارها. على سبيل المثال تحدث الله سبحانه وتعالى عن الحكمة، وتحدث الله تعالى عن الهداية، وجعل الله سبحانه وتعالى الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، معنى ذلك لفت النظر إلى أن الصدقة لربما كانت في وقت أنت تحتاج فيه إلى أن تضعها علنا أو أن تضعها سرا في غيره. إمتى حط الصدقة علنا؟ الفقهاء كما لا يخفى على شريف علمكم قالوا بأن الصدقة يستحب أن تكون علنا إذا كانت لفتا لنظر الناس إلى هذا الفقير. يعني إيه؟ الشخص الفقير محدش عارف بيه، فأنا عندما أعطيه هذه الصدقة أمام الناس ألفت النظر إلى مساعدته، وبالتالي يكون ذلك سببا في نفعه. فتعدينا ذلك إلى الصدقة بالعلن. طيب، أو الصدقة علنا إذا وجد الإنسان بين قوم أشحاء أو أشحة، وكان هؤلاء الناس يبخلون بموضوع الصدقة فأردت أن ألفت نظرهم إلى ضرورة التصدق، وبالتالي يستحب للإنسان أن يقدم هذه الصدقة علنا. لكن من الحكمة أن تضعها سرا لمصلحة الفقير أو لمصلحتك. مصلحة الفقير إزاي؟ قال للشخص الفقير عنده كرامة وهو محتاج، ولذلك إذا ذهبت إليه أمام الناس وأعطيته لربما في مع شدة حاجته يعتذر عن القبول، أو إن أخذها يأخذها مع كسر في نفسه. يبقى الحكمة تقتضي نفع هذا الإنسان مع المحافظة على كمال إيه؟ نفسه وكمال أخلاقه وعدم جرح كرامته، فتحفظ له كرامته بهذه الصورة. يبقى إذن نفعنا هذا الإنسان بأن أعطيناه سرا، ده حفاظا عليه. أنا رجل فقير أو يعني مقدار دخلي مش عالي وأردت أن أنا أتصدق، بس أنا شايف أن الناس دي بتتصدق بمبالغ كثيرة، ولربما إن ذهبت بمبلغ ضئيل وهو ما أملك لربما رد ذلك أو سخر الناس مني. شوف ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصدقة سر من أجل المحافظة على نفس من؟ المتصدق. مش بس المتصدق عليه، إنما لربما كان هذا المتصدق في أمس الحاجة إلى أن تكون الصدقة سرا، يوم جاي والراجل يضع هذه الصدقة سرا دون أن يعرف أحد من الذي تصدق بهذا المبلغ الضئيل، لأنه محتاج إلى أنه عنده كرب وأراد أن يتصدق حتى يدفع الله تعالى عنه هذا الكرب، هو معهوش الفلوس الكتير، فحفظ الله تعالى كرامة المتصدق وكرامة المتصدق عليه. ومن هنا قال ربنا سبحانه وتعالى
عن هؤلاء المتقين، قال الذين ينفقون في السراء والضراء. في السراء معاه فلوس كتير يمكن ينفق على محتاج، لما في الضراء لما تضيق به الأمور لربما كان هذا المتصدق في أمس الحاجة إلى أن تكون صدقته سرا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، بعدها الشيطان يعدكم الفقر، ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة أن تضع الأمر في نصابه، ومن يؤتى الحكمة ما يتذكر إلا أولو الألباب. بعدها لفت الله سبحانه وتعالى النظر في أثناء الحديث عن آيات الصدقة إلى الهداية وقال ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، أنت لست مسؤولا، إنما مجرد أن تنصح. ومن هنا قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أدى النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، بقي دور الناس في أنهم أولا إذا قصدوا الصدقة فعليهم أن ينتقوا ما يتصدقون منه. قال ولست ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تقوم واخد الحاجة اللي محدش هياخدها، وقال انت لو جيت تاخدها وحد بيديها لك يعني ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال الله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم، حميد لمن يتصدق منكم، يحمد الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب دور الشيطان أولا أنه يلعب في نفس الإنسان حتى يصده عن أداء الصدقة، إنه يتصدق أصلا. لماذا؟ لأنه يتوقع الفقر والعياذ بالله، وتوقع الفقر أحد أسباب الكآبة التي ينبغي للعلماء ضربها. توقع الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فهو دائما يصرف الناس عن العبادة بانتظار الفقر، يصرف الناس عن العمل بتوقع الفقر، يصرف الناس عن أداء رسالتهم بتوقع الفقر. من هنا كان لابد لنا من التصدي لمثل هذه الأفكار التي يحاول الشيطان بثها حتى نبعدها عن نفوس الناس. طيب لو أنت تصدقت ربنا بيوعدك بإيه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فضلا يعني إيه؟ عطاء، زيادة. طب والله أنا خايف من الفقر، تصدق العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث الهلالين والثلاثة أهلة شهرين لا يوقدوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الصدقة، وكان يعطيهم حتى أنه إن نفذ المال كان يقول له اذهب فابتع علي، روح واشتري على حسابي، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع. وتخيلوا حضراتكم بأنه الناس كانت تصنع هذا، انت تخيل لو واحد راح اشترى لبيته وبعدين حضرتك اللي هتروح تحاسب وبتبقى بتعمل ده وفي بيتك انت مفيش، لا يوقد النار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه هذا عن العطاء، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولنا فيه القدوة الحسنة. إذن ما نريد قوله هو أن الشيطان يلعب بهذه المسألة حتى يصد الناس عن الصدقة. طب بعد كده يلعب في حظ الإنسان إنه شهوة العطاء أمام الناس، الناس تتكلم عنك وتحصل على شهرة وذيوع وصيت والناس تتكلم وتبالغ إلى غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإخلاص لله، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإنسان يحرص على هذا الإخلاص. طب أنا معيش اللي أتصدق به، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمنعني من إني أتصدق أصلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يقولوا له يقول لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أو ما تصدقون يعني ما تصدقون به، فإن لك بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ها، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة،
ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوسع دائرة هذه الصدقات، ويجعل حتى إتيان الإنسان لشهوته سببا في حصوله على أجر. طيب، حصول الإنسان أو الصدقة في السر هتنقص من الثواب؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. قال له ما تخافش، انت هدفك ايه؟ الثواب هتاخده، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا ضاقت الأمور والإنسان لم يجد ما يتصدق به من المال وجاله الشخص السائل، فالقرآن الكريم يعقد المقارنة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنا عملت، أنا اديت، أنا سويت، اللي انت لابسه ده مني، اللي انت بتصرف بيه، اللي انت عايش عليه، اللي علمك. هذه الأمور يعني تجرح النفس حتى لو كانت من أقرب الأقربين. الأب نفسه لما بيكثر من الكلام ده مع أولاده، الأولاد بيملوا وينفروا ويسيئون الرد عليه، صح ولا غلط؟ مش عايزك تقول له كده. تخيل ان هو الأب صاحب الإنفاق الأصيل، لكن بيقول والله انت كنت مكلف وبدناك تعمل ده، وكل أب هو مش عايز الكلمة اللي تحسسه بالإيه؟ بالمذلة. فما بالكم بهذا السائل الذي جمع عليه ذل الفقر مع المسألة، وبعدين تقوم لما تعطيه كمان تمن عليه. سيدنا الإمام زيد بن علي زين العابدين شيخ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يكثر من الصدقة سرا، وكان يحمل في جوف الليل، عشان نعرف بقى سرا دي، يحمل في جوف الليل الطعام على كتفه. إمام عظيم من علماء السنة ولا الشيعة؟ من علماء السنة. طيب، رغم أنه هذا الفقه منسوب إليه، سيدنا الإمام زيد بن علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، من آل بيت رسول الله، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيدنا الإمام زيد يحمل في جوف الليل الأجولة على كتفه، ويذهب إلى بيوت الفقراء يضعها أمامه، ويخطرق الباب ينصرف، يفتح الفقير مين؟ مش لاقي حد، يلاقي الطعام أمامه، يأخذ الطعام ويضعه. متى عرف الناس ذلك؟ في أثناء تغسيله بعد وفاته رحمه الله، وجدوا أثرا لهذه الأجولة التي كان يحملها على كتفه، لدرجة أنها تركت أثر في كتفه. إيه الأثر ده؟ منين الكلام ده؟ إيه اللي حصل؟ ده كان من حمل هذا، مما يدل على أنه كان يحمل حمل فعل الكلام ده مرة، 12، ده كان دائم الفعل ده، أثناء أثرت، ده كأنه شغال حمام. عارفين حضراتكم لما يبقى حمال وأثر هذا الحمل لهذه الأمتعة أو هذه الأطعمة يترك أثر في كتفه، كان سيدنا الإمام زيد رضي الله عنه أرضاه يفعل ذلك. المهم أنه بعد وفاته انقطع هذا عن الناس، وربط الناس ما بين الأمرين، وأقرت زوجته بأنه كان يفعل ذلك. بغيت ماذا؟ بغيت أن يصل إلى ما قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها. أخفاها يعني محدش عارف، مدريها خالص، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. قالوا: لو أن رجلا عن يساره ما عرف أنه أنفق، وما عرف كم أنفق. مش المسألة المباهاة، احنا بدأنا الكلام بأنه مسألة التزكية، ما علاقة ما قلناه أو ما قلته بهذه التزكية؟ هذا كله في صميم التفاني في حب الله تعالى وإرضاء الله تعالى وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الحصول على حظ النفس. يعني إيه؟ يعني أنا مش هدفي إن الناس تتكلم عني إن أنا تصدقت ولا إن أنا أعطيت، إنما مش معايا دخل على قد فأنا هتصدق. لا والله الحمد لله ربنا أكرمني ووسع علي. يبقى الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أغناني فأنا أتصدق. في الحالتين هتصدق، ولما أتصدق أحرص على أن أقوم بما قام به علماؤنا الصالحون وسلفنا الأول وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر ما كان يفعله الأنصار لما مدحهم الله تعالى بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أحد أسباب الفلاح والهداية إن الإنسان يوق شح نفسه. شح النفس يعني إيه؟ الإنسان حريص على كل اللي معاه، مش عايز يتصدق. طيب لو حضرتك خصصت ولو نسبة ضئيلة من مالك، من راتبك، مهما قل، مهما، أنا بكرر تاني، مهما قل، وقمت حضرتك قلت والله أنا في عندي مبلغ ثابت لازم يطلع لله، وثبت الأمر وشوف النتيجة. إذا فعلت ذلك بثقة مع الله سبحانه وتعالى، ثق تماما إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك وسيغنيك. فرع جامعة الأزهر في تفهنا الأشراف كيف بني؟ بنى عن طريق هذه الصدقات. يعني إيه؟ إحنا هنعمل مشروع، إحنا 10، كل واحد يدفع 200. طيب وبعدين مش لاقيين العاشر، إحنا جمعنا من نفسنا 9، مستنيين العاشر مش عارفين. فقالوا طيب إحنا هنجمع المبلغ المتبقي ده مع نفسنا، وبعدين نطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن الربح اللي هو نصيب العاشر، الشريك العاشر ده، هنطلعه لله عز وجل. لما صنعوا ذلك ربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم الكثير من الأرباح، فأخرجوا العام اللي بعده زودوا الأرباح، العام اللي بعده زودوا الصدقة، وهكذا، حتى إنهم أغنوا من عندهم في القرية، بعد كده القرى المجاورة، بعد كده طب نعمل معهد أزهر ابتدائي، بعد كده طب معهد إعدادي، بعد كده طب نعمل فرع للجامعة، إلى غير ذلك من أعمال الخير. ما أقصده هو إنه الإنسان مهما قل ماله لابد أن تكون له تجارة مع الله، وهي أحد أسباب الغنى، أحد أسباب الغنى، إن ربنا سبحانه وتعالى يغنيك، إن ربنا يعطيك. وكلما زادت الضائقة كلما زدت في الصدقة حتى يوسع الله تعالى عليك. ولابد أن نكون بما في يد الله تعالى أوثق مما في أيدينا. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يكتب لنا القبول، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أكتفي بهذا بعدما رأيت أخانا الجليل الدكتور حسن خليل قد حضر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يصلح حالكم، وأن يرزقنا من فضله العظيم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد عبد العالي الدومي على هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، والتي طوف بها حول هذا الموضوع الماتع، وأحسنت وزارة الأوقاف في اختيارها لهذه الموضوعات، فما أحوج زماننا لتلك الموضوعات الهامة، حيث طوف بنا حول صدقة السر، حول هذا الباب العظيم من أبواب رضوان الله سبحانه وتعالى. ويكفي صاحب صدقة السر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نستكمل أيها الأحباب الكرام حول هذا الموضوع الماتع مع صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، رب الخلائق أجمعين. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. بالبر أنت معروف وبالإحسان موصوف، سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك فأنت الواحد الموجود، سبحانك واحد لا من قلة.
سبحانك موجود لا من علة، كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك، يا قوة كل ضعيف ويا عز كل ذليل ويا غياث كل ملهوف ويا منتهى كل شكوى. من تكلم سمع ربنا صوته، ومن سكت علم الجليل سره. سبحانه ولا تقال إلا له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما. نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قادر. صدقة السر، لكل إنسان سر مع ربه، والأجدى والأجدر بالإنسان أن يكون صاحب سر ينجيه، لا أن يضمر ما يرديه. وبداية أحيي هذه الوجوه النيرة التي جلست في بيت عامر من بيوت الله، وأحيي وزارة الأوقاف على هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي تجمع فيها القلوب والأفئدة على محبة الله ورضوانه. نتذاكر العلم ونتواصى بالحق ونستبين الطريق. وسعدت في هذه الليلة المباركة بصحبة أخوي الكريمين. أسأل الله أن يجعل هذا الموعد وهذه الكلمات في موازين حسناتكم جميعا. يقول الله جل جلاله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال أهل العلم إن صدقة السر عند الله معلومة، وهي أفضل من صدقة الجهر، ما لم يكن هناك مسوغ لأن تكون صدقة الجهر أولى بأن يتعلم الناس وأن يقتدوا بفاعلها. وصلى الله وسلم على سيد الخلق وحبيب الحق، حيث قال: إن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظلك الكريم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انظر إلى هذا الجوار بين هاتين اليدين الكريمتين، ما بينهما من تقارب، إلا أنه لو تحدثت اليسرى ما أخبرت وما علمت بما فعلته اليمنى. لو قدر لها أن تتحدث ما علمت وما تحدثت بشيء بما أنفقت به اليمنى.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انظر إلى هذا السر، انظر إلى هذا الخفاء، انظر إلى هذا التلطف والتودد في إخراج الصدقة، وإلا لما كانت تطفئ غضب الرب. ألم يقل نبينا وحبيبنا وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: إن صدقة الخفاء، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا؟ كم من بيوت تحتاج إلى من يراها، وكم من أرامل ليحتجن إلى من يراهن، وكم من يتامى يحتجن إلى من يمد يد العون، كم من طرقات تحتاج من يمهد، كم من زهرات تحتاج من يسقي، كم من وجوه بائسة تحتاج من يخفف عنها. إن المتصدقين والمتصدقات خصهم الله بقضاء حوائج الناس، فزادوا عن زكواتهم التي فرضها الله عليهم صدقة ترضي ربهم. فالصدقة كل ما تخرج عن طيب خاطر للقريب والبعيد، لمن يستحق ولمن لا يستحق، لمن عرفته ولمن لم تعرفه بعد، حتى جعل التبسم في وجه أخيك صدقة. إن لم تطع بذل المال تستطع بذل الكلمة الطيبة، إن لم تستطع بذل المال تستطع بذل البسمة التي ترسمها على وجهك فتملأ القلوب رحمة وبهجة ورضا بما قدره الله لهم. هذا التوقيت يحتاج منا جميعا إلى أن ننظر إلى من حولنا من قريب أو بعيد، من جار قد تبخل عليه بالسلام ولكنه يرضى منك ولو أن تلقاه بوجه بشوش، يحتاج منك إلى أن تتصدق عليه في السر وفي العلانية. إن قدرت بالمال فبالمال، وإن استطعت بالكلمة الطيبة فبالكلمة الطيبة، وإن استطعت بالبسمة فبالبسمة، وإن استطعت بأن تميط الأذى عنه فافعل. إن البر والخير معقود بهذه الأمة، فهو مصدر خيريتها، فالإنسان المكرم الذي جعله الله خليفته، جعله الله خليفته في الأرض، هو الذي يستطيع أن يقدم الخيرات وأن ينشر الخير وأن يزرع الأمل أينما حل وحيثما سار. وحضراتكم أيها الدعاة، منحكم الله هذه المزية وتلكم العطية، أن تنشروا الخير أينما كنتم وحيثما حللتم. فهذه مواسم الطاعات على الأبواب، بدأت ونعيش فيها وندخل في رحابها بعد أيام. فانشروا الخير بعلمكم وبالقرآن الذي في صدوركم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحملونها
بين طيات صدوركم، فكل منكم على ثغر من الثغور يحمي به عقيدته وشريعته ووطنه ونفسه وقيمه ومبادئه. فانشروا الخير حيثما حللتم، وها هي المساجد فتحت لكم، وتزداد وتزدان بكم في شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان. فكونوا كما أراد الله منكم وكما أراد وطنكم منكم، تنشرون الخير وتستطيعون أن تصطعوا بالقيم التي زرعها الإيمان فيكم، وبالأمانة التي حملها الأزهر والأوقاف لكم، أن تنشروا الخير حيثما كنتم. حثوا الناس على فعل الخيرات وعلى الاقتراب من الطاعات، وأمروا الناس ووجهوهم وسيقبلون منكم، فإنهم قد عهدوا منكم كل خير. وجهوهم إلى التصدق، وإلى أن يذهبوا بصدقاتهم إلى من يحتاجها من أبناء لدتهم وأوطانهم. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا، إن صدقة السر تفرح البيوت، إن صدقة السر تؤنس النفوس. فحثوا الناس عليها ووجهوهم إليها، وافتحوا لهم الطريق للخيرات بأن يزرعوا الخير أينما كانوا وحيثما حلوا. فشهر رمضان على الأبواب، يحتاج منا جميعا أن نشد الرحال وأن نكون على قدر المسؤولية التي خولها الله إيانا. الزكاة متقبلة والصدقات منتظرة. الصدقة فيه والحسنة كذلك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إن الله يحب تلاوة القرآن بالجهر كما يحب تلاوته بالسر، ويحب الصدقة بالجهر كما يحبها بالسر. والناس أحوج إلى كلماتكم في هذه الآونة أقوى وأفضل من أي وقت مضى. نسأل الله تعالى أن يجعل مصر سخاء رخاء، وأن يحفظ قادتها وأهلها وشعبها، وأن يتقبل منهم صدقاتهم في السر وفي العلانية، وأن يفتح لهم من خزائن رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، حيث طوف بنا حول هذا الموضوع الرائع. وما أحوجنا أيها الأحباب الكرام لمثل هذه الأمور، وخصوصا في هذه الأوقات الحرجة التي يتثاقل الناس فيها من كثير من الأزمات، ما أحوجنا أن نري الله عز وجل خيرا من أنفسنا وصدقاتنا. ما أحوجنا أن نبادر إلى الثكالى، إلى الأرامل، إلى اليتامى في بيوتهم دون تجريح لأحد. بعض الناس يذهب ويأخذ معه كاميرا يصور المسكين وهو يعطيه، يصور الأرملة وهو يعطيها، ثم يتفاخر على صفحاته على الفيسبوك أو يتفاخر على شاشات التلفزة بمثل هذه الأمور التي تصب على الفقير ألما وحزنا. لذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الصدقة التي يتبعها أذى. نكرر الترحيب بحضراتكم من هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد بالـ6 من أكتوبر. شرفنا حضوركم
كما شرفنا حضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور ناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة. أيها الأحباب الكرام، نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء أن يعيننا على الصدقات في هذه الأيام المباركات الباقية من شهر شعبان والتي ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً حسن الخواتيم في أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً حسن الختام. تعالوا أيها الأحباب الكرام، نضرع إلى الله عز وجل بخالص الدعاء، ومع الابتهالات والأدعية يقدمها لنا فضيلة الشيخ عماد النجار، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الشهر الكريم، أقبل الشهر الكريم، وهل بالنفحات. أقبل الشهر الكريم قائلة له
دقات قلب المقام بهذا المسجد الطيب المبارك، مسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر. شرفنا فيها من السادة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية
كما شرفنا صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وغدا نلتقي مع كوكبة أخرى من السادة العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.